حفل زفاف رام ربيعه بالروب وماتش بلاي ستيشن. انتشر من ساعات صور وفيديوهات للاعب النادي الاهلي الكابتن رامي ربيعه في حفل زفافه، ودي لقطات من حفل الزفاف. ومن ضمن اللقطات اللي اشعلت السوشيال ميديا هو مشهد ان رامي ربيعه ساب الفرح والعروسه وقاعد يلعب بلاي ستيشن زي ما انتوا شايفين كده. ومن المشاهد الغريبه في الفرح هو حضور رامي ربيعه وعروسته بالروب. شكرا لكم متابعين القناه، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناه دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.